سويت عدة فيديوهات في القناة في الفترة الأخيرة عن وارزون موبايل، ودائما قاعد أغطي لكم اللعبة وآخر أخبارها. واللعبة ما نزلت إلى الآن بشكل رسمي، وما ندري متى رح تنزل، بس بهذا الفيديو ما رح نتكلم عنها، لا بدل رح نتكلم عن لعبة Call of Duty موبايل، واللي هي لعبة Call of Duty الأساسية اللي موجودة على الموبايلات واللي لها جمهور جدا كبير. دائما توصلني رسائل منكم إنه بشار سوي فيديوهات عن Call of Duty موبايل، غطي اللعبة. فبهذا الفيديو رح نلعب اللعبة مع بعض، نشوف ايش وضعها. والان هو الوقت المناسب لنلعب اللعبة، لان نزل الموسم الـ 11 سايرن سونج، اللي فيه مابات جديدة، شخصيات جديدة، تحديات وفعاليات كثير. واهم شيء هو شخصية سايرن اللي هتنزل قريبا، واللي شكلها جدا رهيب مثل ما شايفين. فخلنا نلعب اللعبة مع بعض ونجرب كل الاشياء الجديدة. اوكي شباب، قبل أن نبدا شوفوا معاي الشخصيه الرهيبه اللي عندي، واللي احلى منها سكن السلاح هذا. والله اني دفعت عليه مبلغ عشان اطلع هذا السلاح، بس يستاهل، شكله جدا رهيب. فيلا خلنا نروح على الجيم ونبدا الدعس. اوه شو هالماب، ماب جديد كانه، صح؟ اوكي والله انه ماب اسطوري وجاي على اجواء السلاح. ابلع. اوه بعد كل واحد اذبحه يشيل الثقب اسود. القم. جبنا الار سي اكس دي. اوه اوكي شكلي بجيب كل الكلستركات اليوم. حرام، من وين؟ وراي الخوي. يا اخي اتذكر في حركه بتخليني اشوف انيميشن خاص للسلاح، اظن سهم يمين، ايوه ومربع. اوكي اختفى السلاح بالكامل. طيب ظلت فقط القلب السلاح. شو قاعد يصير؟ يا خرب علي الكلب. خلني اروح مكان امن شوي واسويها. اوكي اظن هنا المكان كويس، خلينا نعيدها مره ثانيه. طيب يختفي السلاح كله، يضل فقط القلب. يجي ياخذه، تصير الدنيا ابيض واسود. ايش قاعد يصير؟ ايش هذا؟ كل هذا انيميشن سلاح؟ والله انه جدا طويل. اي 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 والله طويل، بس رهيب الصراحه، رهيب. اوكي لازم نلحق ندعس شوي. دبل. تعال الله، دبل كل سهل ايزي. في واحد هنا. تعال ابلع. والله سرقت القتله هذه سرقه. اوه كم واحد بالهارد بوينت. طلع قنبله، ارمي. لو عندي قنبله عاديه بس. في واحد وراي، ابلع. ما مات ولا واحد، صح؟ اوه عندي الار سي اكس دي، المفروض تشيلهم كلهم. روحي شيليهم كلهم. والله ولا واحد. ايش قاعده تسوي؟ والله كم واحد موجود هنا؟ ار سي اكس دي من علي بابا. ابلع. اوه شفت الكلايف. اوكي. والله زحمه، خليني اهرب. خلنا ننادي الكلايف. لا 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 لا. ابلع. لا حمي السلاح. اوكي برد. تعالوا. اوكي هو قوي، بس المشكلة الايم فيه. ليش؟ كيف دمروه؟ اوكي عندي شوبر جانر، صح؟ انا اتحكم فيها. والله دعس من بداية الجيم على طول. ابلع. اوكي الماب هذا ما هو جدا كويس للشوبر جانر، بس اقدر اشيل كم واحد هنا مثلا. تعال وهنا اقدر اشيلك كمان. تعال حلو، وهنا اقدر اشيلهم كمان. ابلع. حرام والله انتهى الجيم، فزنا. اوكي والله جيم رهيب كذا من بدايه اللعبه، الدعس. اوكي ندخل جيم جديد. وايش هالماب؟ شكله جدا رهيب. اوه هذا ماب ميامي من بلاك اوفس كولد وور، بس مغيرين اجواء لاجواء راس السنه والسنه الجديده. ابلع. طبعا غيرت الكل سريك مثل ما شايفين، حطيت كل سريك جدا عالي اللي هو السوارم من بلاك اوفس 2، فبحاول اجيبه وان شاء الله هجيبه. والله ان اجواء والوان الماب جدا رهيبه، جدا عجبني الجرافيكس تبع اللعبه. نرمي السوارن، هذه الطيارة تصيد واحد وتجيبه. وجبت الكير باكج، خلينا نرمي الكير باكج. اوكي ايش هذا؟ ليزر، اوربيتال ليزر.
اوكي حطيت الليزر. اوه هاي 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 حطيت تعال اوكي هلا ام الغباء تعال تعال الحين بدعس دعس مو طبيعي. شوفوا اقوى دعس بتشوفوه في تاريخي. يلا يلا بس القم بلا. اوه ما عندي طلق ما عندي طلق او لا عندي سوبر صح. ايش السوبر؟ اوه ايش هذا؟ والله ما ادري بس شكله قوي. ابلع. اوه ثقب اسود. كيف ايش فيها؟ لا لا تقول خلص الجيم لا تقول خلص خلص الجيم. طب خليني اجيب السوار مع الاقل. طيب خلينا ندخل جيم جديد ومتاكد هذا الجيم راح نيوك تاون. نيوك تاون اوكي. بما ان نيوك تاون فلازم العب سنايبر لازم احاول اجيب كل الكلستريكات بالسنايبر. والقتله الاولى بلع على سبونهم. تعال تعال لا 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 تعال 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 وينه وين اختفى؟ الو هي والله اختفى هيك فجاه ما ادري. لا ابلع. اوكي اوكي يلا بس نرمي السوار. جيب لنا قتله كذا ببلاش. لا 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 يذبحني البوت يذبحني والله كان بيذبحني. كلهم في البيت صح؟ هذا الاول الثاني اللي وراه بسرعه. هي ابلع. هذا قرر يغدر وهذا كمان. الله الله جبت السوار جبنا السوار. يلا شوفوا 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 شوف السماء شوف السماء امطر عليهم. سوار مات. الله والله لازم كريستريك هذا يرجعوه في لعبة بلاك اوبس القادمة. السوار لازم. اخر مرة شفناه اول واخر مرة كان في بلاك اوبس 2 ما شفناه من بعدها. والله ان السوار مشغالة دعس وانتهى الجيم. والله نزل دعس اخر شيء. اوكي شباب خلاص الان صار وقت الجد. دخلنا الباتل رويال او البلاك اوت. كنا قاعدين نلعب ملتي بلاير نحمي بس خلنا نشوف. واحلى شيء ان الماب هو ماب بلاك اوت من بلاك اوبس 4. اوكي ابي انزل في مكان زحمه فخلنا ننزل على فايرنج رينج. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. عندنا ام 4 مع طلق. اوكي خلاص بس يكفي. خلني اشوف حد اكل على السريع. في واحد جوا في واحد جوا في واحد جوا. في اثنين قاعدين يتقاتلوا. ابلع اول قتله. اوكي هي 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 قتلتين قتلتين. اوه ار بي جي. هي 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 لا هذا واحد هذا مو بوت هذا مو بوت هذا مو بوت. اوف لا حد يقول لي هذا بوت لا حد يقول لي والله انه لعيب. ابلع بس. اوكي اوه سلاحي هلا والله. بعد في واحد هناك في واحد هناك في واحد هناك. بلع. خلنا نشوف شو عنده لوت. خلنا نجرب الاي كي. باخذ الاي كي بدل السلاح اللي معي. خلنا نروح مدينه ثانيه نفضيها. اوه هذه الكنيسه او مو الكنيسه المقبره. بلع. حلو 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 بس هو كان قاعد يتقاتل مع واحد هنا ما ادري وينه. انا حاطين لي على الشاشه علامه شجره. اوكي اوكي اوي هي 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 لا 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 تكفى 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 تكفى. اوكي 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 بسرعه بسرعه بسرعه. عبي عبي ارمر عبي ارمر. والله اني اروح لللوت كله. اوه اثنين قاعدين يتقاتلوا. ضرب الاول ثاني ثاني وين؟ اوكي هذا اللي دخل وقاعد يتقاتل معاه هو اللي شغله عني. باقي ثمانيه وانا واضح اني في النص بين عركه. يب يب هذا مو شايفني انت مو شايفني بس في واحد وراي شايفني في واحد وراي شايفني. بسرعه بسرعه ورا الصخره ورا الصخره. وين وين اللي وراي وين اللي وراي. اوه في اثنين. اوه في واحد في واحد في واحد في واحد في البيت في واحد في البيت. ارمي ارمي قنابل قنابل قنابل. في واحد في البيت. بلع كمان واحده. بلع المفروض يموت المفروض يموت المفروض يموت المفروض يموت. بلع باقي واحد باقي واحد. وينه وين وينه وين وين. هي 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 الله 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 جبنا الوينر وينر.
اخيرا. اوكي شباب، وبكذا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنت ساحب على اللعبه لفتره طويله، بس الان رجع حماسي عليها بشكل جدا كبير، ودعوتكم اني اسوي فيديوهات اكثر عن اللعبه واغطيها. اتمنى تكتبون لنا هالشيء بالتعليقات وتدعموا الفيديو. وبس، كان معكم بشار كيال وبشار كيكي. شوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.